اهلا بيكو في الفيديو ده من المحاضره بتاعت lecturing as an instructional method. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اللعبه اللي اسمها tappers and listeners. لو ما كنتش شفت الفيديو اللي فات انا انصح قوي ان انت تتفرج عليه لان هو ده القلب بتاع الكوميونيكيشن سكيلز بشكل عام. عموما احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنرجع نتكلم على النصايح المهمة في ان انت تستخدمها في اثناء محاضرتك علشان تحافظ على الناس معاك ومنتبهين. واول نصيحة هي انك تنصت، اسمع الناس كويس، ما خليك منتبه للي هم بيقولوه، سواء بيقولوه بالكلام او بيقولوه بالبادي لانجوج، شكلهم ايه. فأول حاجة مثلا هنا أحب أفكرك بواحدة من العادات السبعة اللي اتكلم عنها ستيفن كوفي في الكتاب بتاعه اللي هو 7 Habits of Highly Effective People. الهابت نمبر 5، العادة الخامسة، كان بيقول Seek first to understand then to be understood. ده كلام ستيفن كوفي، وهو الحقيقة انا في رايي انه فكره مش بطاله ابدا، ان انت لازم تشوف الناس ايه خلفيتها. زي ما قلنا في الاول مثلا ان انت محتاج تعرف عليهم، فتتعرف على خلفياتهم عشان تجهز لهم الكلام اللي هتقوله. لكن كمان وهم بيسالوك، طيب اعرف هو بيسال عن ايه، هو بيتكلم عن ايه. لما تعرف كده وتديهم فرصه يعرضوا وجهه نظرهم، حتى لو مش سؤال، اعتراض على كلامك او تعليق على كلامك، سيبه يقول، سيبه يكمل كلامه، سيبه ياخد فرصته في انه يعرض وجهة نظره علشان انت تعرف تشرح له الإجابة او ترد على وجهة نظره. يمكن تتفق معاه في وجهة النظر من غير ما تختلف ولا حاجة. بعد كده انت نفسك لازم وضعك الجسماني يكون متناسب مع ان انت بتشتغل مع الناس وبتعرض حاجة وبتكلم حاجة. اولا حاول ما تقعدش، انت دايما واقف، اوكي؟ واقف يبقى في شيء من الانتباه، في شيء من الاهتمام بالناس اللي قدامك. طبعا لو عندك ظروف صحيه وما تقدرش خلاص هنعمل ايه يعني، لكن برضو تقول انا يا جماعه قاعد علشان تعبان، انا قاعد عشان رجلي وجعاني النهارده، انا قاعد عشان عندي مشكله في ظهري، انا هكذا. لكن لو ظروفك الصحيه تسمح، وارجو ان ان شاء الله ظروفنا الصحيه كلنا تكون مش بطاله، يبقى دايما خليك واقف وانت بتتكلم. في نفس الوقت انت حركه جسمك وحركه ايدك وشكل البادي لانجوج بتاع شكل الفيشل اكسبريشنز بتاعتك، ده بيعكس جزء من المعلومه اللي انت عايز توصلها. يعني احنا ممكن هنا المحاضره مش هدفها ان احنا نتكلم عن نون فيربال كوميونيكيشن، بس بالتاكيد لازم شكلك يعكس أهمية المعلومة اللي انت بتتكلم فيها. إيفن حتى هنتكلم بعد شوية عن اللعبة بالتون، لكن بشكل عام لازم انت تكون مديهم الإمبريشن ان يو ار ذير علشان تدرس لهم وعشان انت مهتم. طبعا ده بينعكس جزء في لبسك، جزء بينعكس على وشك، بانفعالاتك الجسدية وما إلى ذلك. يجي بعد كده ان انت ما تلخمش نفسك بالمالتي تاسكينج. المالتي تاسكينج لو انت بتعمل اي حاجه تانية هتلاقي نفسك مش عارف تركز معاها. لو انت في بالك ان انت تليفونك شغال وحد بيرن، طبعا لازم تطفي تليفونك. لازم علشان تقدر تتفاعل مع الناس وتنصت لهم زي ما انت حطيت البادي لانجوج بتاعتك في صوره انصات وصوره اهتمام، سواء انت بتعرض او انت بتسمع. برضو لازم تحرص على ان ما يبقاش في حاجه شغلاك، فما فيش مثلا ديستراكشنز في الخلفيه، تكون انت مش باصص غير على الناس اللي قدامك، لان انت لو شغلت نفسك بحاجه تانية مش هتنتبه. لو حد بيكلمك وبيعرض عليك سؤال او بيعرض عليك وجهه نظر، ما تقعدش تكتب على الكمبيوتر حاجه او تحاول تدور له على الاجابه وهو لسه بيقول السؤال. لا، دونت مالتي تاسك. مالتي تاسكينج يعني ايه؟ سكروز اب بوث جوبز. بعدين ما تتكسفش، والله يا جماعه انا ما فهمتش السؤال، تقصد ايه؟ لا، ما وصلتنيش الفكره.
تسمع حد بيقول لك، بيقول تعليق او بيقول وجهة نظر ما فهمتهاش كويس، خليه يشرحها لك تاني. وبعدين لما يخلص ترد عليه، تقول له سواء بترد على سؤال او بعد ما قال لك وجهة النظر بتحاول تقول له طب انت تقصد تقول كذا 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 كذا. في الحالتين انت بتديله فيدباك بان انت فهمت او ما فهمتش اللي قاله، يقوم الفكرة تبقى اوضح. لو انت بتجاوب على سؤال بعد ما تخلص الاجابه بتاعت السؤال، يا ترى انا كده جاوبت على سؤالك؟ يا ترى المعلومه كده وصلت؟ طب انا كده عرفت اوضح اللي كنت انت بتسال عليه. وكل ده من الحاجات المهمه في التفاعل بشكل عام، ومن الحاجات برضو اللي بتساعدك بشكل عام ان انت تستوعب اكتر ايه اللي الناس عاوزاه، وايه اللي الناس بتسال عنه، وايه اللي شاغل بالهم. سواء قدرت، لو في حاجات ممكن تكون عيوب في الكورس بتاعك او في المحاضره بتاعتك، لما تاخدها من الناس وتعرفها من الناس ده هيساعدك ان انت المره الجايه تحسن المحاضره بتاعتك وتقدمها بشكل احسن. اخيرا لازم تهتم بان انت يور ريدنج البادي لانجوج بتاعتهم. لما تبتدي تشوف الناس قاعده كده واللي حاطط لك ايده كده واللي بيبص في الساعه، واللي يبقى الناس بدات تزهق منك. ممكن يكون الوقت انت اوريدي كترت عن الوقت، او البريك قرب، او انت مش عارف تبتدي تغير في اسلوب الكلام بتاعك. طب يا جماعه الموضوع ده واضح ان هو مش جاذب انتباهكم قوي، يا ترى انتوا سمعتوا الموضوع ده قبل كده؟ نعديه وندخل في الموضوع اللي بعديه. او يا ترى طب انتوا تعبانين ولا ايه؟ او تقوم رامي نكته زي ما هنقول كمان شويه، او تعمل حاجه تخلي الناس تقدر تجتذبها تاني. برضو انت حتى لو هم بقى ما فقدوش انتباه، هم منتبهين، انت لو بتبص عليهم ومتابعهم كويس ممكن على طول يبان قدامك ان في ناس مش فاهمه. بتلاقي الواحد لما مش فاهم يبتدي يكشر كده شويه، او ها، او يفتح عينيه كويس جامد، او ممكن في وسط كلامك برضو بتقول حاجه وضايقت حد، تت اوفنسيف بشكل ما، برضو تاخد بالك وتستدرك ان انت تصلح لو عملت حاجه غلط وما الى ذلك. دي القواعد العامه اللي بنقولها. طبعا في ناس بتحب تقول لك ما تربعش ايدك، ما تحطش ايدك في جيبك، الكلام ده انا الحقيقه ما بقتنعش بالكلام ده، ومع احترام لوجهات النظر الاخرى، لكن الحقيقه انا مش شايف ان له اهميه، ولا من باب ان احنا نثقل بيه تفكيرك وانت بتقدم المحاضرات بتاعتك. لو انت شايف له اهميه، في ناس كتير هتتكلم عنه وتقدر تسمع لها، وكلامهم برضو له قيمته. وفي الاخر انت تعمل اللي بيريحك، دايما افتكر بي يور سيلف، اللي بيريحك هو اللي يخليك تقدم بشكل كويس. دلوقتي احنا في المحاضرة دي او في الفيديو ده اتكلمنا عن الليسننج، ازاي تحسن قدرات الليسننج بتاعتك. والليسننج زي ما قلنا مش بس ان انت بتسمع لكلام بيتقاله، انما ان انت بتتابع البادي لانجوج والاكسبريشنز بتاعت الناس. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن هاو تو كلاريفاي، ازاي نوضح بقى المعلومات اللي احنا عايزين نوصلها، وازاي نوصل المعلومه بشكل احسن للناس اللي احنا هنتكلم معاها. ارجو ان انتم تكونوا معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله.